بهارات البيض، ممكن يكون بس مع فلفل أسود وملح براحتكم، وممكن يكون معها أي إضافة أنتم حابينها. بالنسبة لي أنا حطيت هنا مكعبات البصل الأبيض، زيتون أسود وممكن أخضر، الفلفل الملون، مشروم مقطع صغار، وجبنة الموزاريلا، وعندي هنا الملح والبابريكا والفلفل الأسود. نرجع للإضافات، حطوا اللي تحبون وشيلوا اللي ما تحبون، لا تتقيدون بشيء معين. بستخدم مع الرولات البخاخ الزبدة هذا، ممكن انكم تستخدمون بخاخ الزيت، ممكن تستخدمون زيت زيتون براحتكم. بنفس الوقت بستخدم هالآلة أسرع لي بعمل الرولات. نبدأ بسم الله، بفتح الآن البيض وببدأ أخلط فيه المكونات اللي أحب. البيضة هنا وباخذ من الإضافات وبحط عليها من كل إضافة الشيء. ممكن انكم تحطون مرة مثلا بالزيتون والجبنة، مرة بالفلفل الأخضر والبصل، على كيفكم يعني. الإضافة ممكن بالفطر والجبنة عفوا، ممكن أي إضافة انتم تحبون، وممكن يكون من كل هالإضافات. نخفق المكونات كلها مع بعض وبصبها بهالجهاز. نحط لها العود هذا بالوسط مثل عود الشوي بالضبط، نخليها شوي لحد ما تبدأ تستوي وبوريكم شلون تطلع. طبعا الجهاز هذا معروف، كثير يعرفونه، بس للي ما يعرفونه بقول لكم مميزاته بعد شوي. بوريكم شلون بس انها بدأت تستوي شوي وتبدأ ترتفع، كل ما استوت كل ما ارتفعت على فوق. شفتوا شلون؟ كل ما استوت كل ما ارتفعت على فوق. خليها لحد ما تستوي مرة ويمسك البيض ما يصير سايل. اللي يحبه سايل خلاص يطلعها طبعا، مو بالحين شوي. اللي ما يحبه سايل يخليها شوي بعد. في نقطة بوريكم إياها، إذا كنتم يعني تبونها تتحمر أكثر زيادة تدخلوها على جوا، خلوها ترجع مرة ثانية تتحمر وترجع تطلع مرة ثانية، يعني لين توصل لدرجة التحمير اللي أنتم حابينها. هذه إذا كنتم تبون كذا بيضة، حطي فلفل أسود وملح. إذا كنتم تبون بيضة كذا من غير أي إضافات، حطي الفلفل الأسود وملح. هذه رولات البيض أو رولات الأومليت، جدا سهلة. تبون تقطعونها يعني بهالحجم وتخلونها على شكل واقفة، أو تبونها مقاس وسط، أو تبونها مقاس طويل وتخلونها بالصحن وتحطون بجنبها أي نوع من المقبلات أنتم تحبون. الطريقة جدا سهلة وآمنة، بتكلم لكم عن الجهاز الآن.